السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموقع دوت نقدر نفصل الصوت عن الموسيقى، يعني انت عندك حاجة أغنية مثلا، فانت تقدر تقول له select file وتختار الملف، هو يبدأ ان هو يفصلهم عن بعض. طيب نبدأ نشوف مثلا حاجة زي كده، وبعد كده بيبدأ الراجل يتكلم، فبعد كده لما يفصل يخلي ده لوحده ويخلي الصوت فصل الصوت على الموسيقى، خلى الصوت لوحده والموسيقى لوحدها.